بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف الحادي عشر مع درس من دروس البلاغة، والدرس هو بعنوان الاستعارة. سوف نتعرف إن شاء الله تعالى على الاستعارة وأنواع الاستعارة في هذا الدرس، الاستعارة المكنية وكذلك الاستعارة التصريحية. لو أتينا هنا إلى المثال الأول، لك سيرة كصحيفة الأبرار طاهرة نقية. لاحظوا، يوجد عندنا هنا مشبه ومشبه به وأداة شبه ووجه الشبه. لاحظوا هنا، لك سيرة، شبه السيرة بماذا؟ بالصحيفة، كصحيفة. وأين أداة التشبيه؟ أداة التشبيه هي الكاف، إذن أداة التشبيه حرف الكاف. وأين وجه الشبه؟ طاهرة نقية. إذن هنا نستطيع القول أن هذا المثال هو مثال على التشبيه وليس الاستعارة. فإذا كان المشبه والمشبه به موجودان، فيكون عندنا هنا المثال تشبيه. نأتي إلى المثال الثاني. لاحظوا أيضا عندنا هنا نريد أن نوضح معنى المجاز، المجاز اللغوي. ما معنى المجاز اللغوي؟ هو استخدام الكلمة في غير معناها الحقيقي. إذن استخدام الكلمة في غير معناها الحقيقي هذا يسمى مجازا. ومثال عليه، لو قلت أنا محمد مثلا بحر، محمد بحر، فهل أنا أقصد هنا أن محمد حقيقة بحر؟ لا، وإنما أردت المعنى المجازي، فهو يعني كالبحر ويوجد بينهما مشابهة. فالبحر كريم، يعطي الناس السمك، يعطيهم اللؤلؤ والمرجان، ومحمد كريم، يعطيهم، يتصدق عليهم وإلى ما ذلك. فالاستعارة هي في الحقيقة هي نوع من أنواع المجاز اللغوي. نرجع الآن إلى مثالنا. إذا قال تعالى في المثال الثاني، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لاحظوا هنا قال في قلوبهم مرض، الآن هو يتكلم عن المنافقين، سياق الآية يتكلم عن المنافقين. هل قصد هنا المرض الحقيقي أم ذكر المرض وأراد به شيئا آخر؟ لاحظوا هنا، لاحظوا في المثال الأول تشبيه، إذن المثال الأول تشبيه واستخرجنا أركان التشبيه. الآن كلمة مرض في المثال الثاني قصد بها هل المعنى الحقيقي للعلة الجسمانية أم المعنى المجازي على سبيل المشابهة؟ قصد المعنى المجازي على سبيل المشابهة، يعني يوجد مشابهة، وهذا هو معنى المشابهة. إذن العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المستعار المشابهة دائما، فيوجد مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المستعار. نأتي الآن لتوضيح ذلك هنا. لاحظوا هنا عندما قلنا في قلوبهم مرض، أن لفظ المرض استعير، إذا استعرنا لفظة المرض لماذا؟ من العلة الجسمانية للنفاق أخذناها، والعلاقة بينهما مشابهة. ما هو التشابه بين المرض ومعناه النفاق وبين المرض الحقيقي العلة الجسمانية؟ لاحظوا ما هو المشابهة بينهما، في أن كل منهما، لاحظوا المشابهة الحاصلة بين المرض والنفاق في أن كل منهما يفسد ما يتصل به. إذن هذه هي علاقة المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المستعار. كيف؟ المرض يفسد الأجساد، والنفاق ماذا؟ يفسد القلوب. فيوجد بينهما تشابه ومشابهة وهو الإفساد. إذن ويوجد أيضا قرينة، يوجد قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. يعني مثلا هنا كلمة مرض في الآية، في قلوبهم مرض، ما الذي يمنع كلمة مرض أن تكون هي المرض الحقيقي والعلة الجسمانية؟ الذي يمنع هو القرينة المانعة، هذه تسمى قرينة مانعة. الذي يمنع من إرادة المرض الجسماني هي سياق الآية الكريمة، فهي تضم المنافقين الذين أبطنوا، يعني أخفوا الكفر وأظهروا الإسلام، فالقرينة إذا حذفت تسمى قرينة حالية. الآن نأتي إلى المثال الثالث، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. الآن لاحظوا هنا المنية، شبه المنية بماذا؟ والمنية معناها الموت، شبهها
بالوحش الذي ينشب أظفاره ويدخل أظفاره في فريسته. فهنا ذكر المشبه وهو المنية وحذف المشبه به، فهنا تسمى هذه استعارة. نأتي هنا، لاحظوا بما شبه الشعر المنية في المثال الثالث، أيد إجابتك بقرينة. الآن القرينة قبل قليل عندما تكلمنا هنا عن القرينة المانعة، لاحظوا هنا القرينة المانعة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، هي نرجع إلى الآية، إلى البيت الشعري عفوا، وإذا المنية أنشبت أظفارها، الذي يمنع من أن المنية المقصود بها الوحش الحقيقي هو أنشبت أظفارها. أنشبت، فالذي ينشب أظفاره هو ماذا؟ الوحش. فبالتالي لاحظوا هنا، لاحظ أن الشاعر جعل للمنية أظفارا، فوجود كلمة أظفارا هذه قرينة لفظية تنشبها أي تدخلها في فريستها، حيث شبهها أي شبه المنية بالسبع وهو الوحش، وحذف المشبه به. لاحظوا ما هو المحذوف، وحذف المشبه به رامزا له، يعني دالا عليه بشيء من لوازمه وهو الأظفار، يعني حذف المشبه به وهو الحيوان المفترس، وأبقى شيء يدل عليه وهو الأظفار. والإنشاب كذلك، أي الإدخال في الفريسة، اللذان أثبتهما للمشبه. إذن هنا مرة أخرى، حذف المشبه وأبقى قرينة لفظية تدل على المشبه وأثبتها، وهذا يسمى، وهذا الإثبات يسمى قرينة. قرينة يعني دليل وعلامة. قرينة ماذا؟ الاستعارة. إذن المثال الثالث هنا نستطيع القول أنه استعارة. إذن المثال الأول تشبيه، والمثال الثاني مجاز، والمثال الثالث هو استعارة. لاحظوا معي هنا أعزائي الطلبة، الاستعارة ما هي الاستعارة؟ هي ضرب، يعني نوع من المجاز اللغوي، إذن هي من المجاز اللغوي. علاقته المشابهة، ووضحنا ذلك، يعني يوجد مشابهة ما بين المعنى الحقيقي والمعنى المستعار، دائما بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المستعار. وهي أي الاستعارة في حقيقتها تشبيه حذف أحد طرفيه، إما أن يحذف المشبه أو يحذف المشبه به. الآن يوجد قرينة، قرينة يعني لفظة وشيء يدل على الاستعارة. قرينة الاستعارة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي قد تكون لفظية، يعني القرينة مذكورة في المثال، أو تكون حالية، يعني تكون محذوفة. لو أتينا هنا أعزائي الطلبة إلى هذا المثال، قلنا لقد أنشب المرض أنيابه في الطفل. الآن هنا شبه المرض بماذا؟ المشبه، المرض مذكور، المشبه به محذوف، فشبه المرض بالحيوان المفترس، وأبقى شيئا من لوازمه، يعني شيء يدل على المشبه المحذوف وهو أنيابه، وكذلك أنشب. فإذا المشبه به محذوف، والقرينة الدالة على المحذوف موجودة وهي أنشب وأنيابه. إذا فهنا نقول هذه استعارة، وهذه تسمى قرينة مانعة، وهي وجود كلمة تدل على المحذوف. في المثال الثاني عندما قلنا احتفلت الفهود، إذا لاحظا في المثال الأول ما الذي حذف؟ حذف المشبه به. أما في المثال الثاني احتفلت الفهود بانتصارها الأول في الدوري، هل المقصود هنا الفهود الحقيقية التي احتفلت؟ لا، ليست الفهود، وإنما اللاعبون هم الذين احتفلوا، ولكن حذف المشبه وأبقى المشبه به وهو الفهود. وما القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، يعني ما الذي يدل على أن الفهود ليست هي الفهود الحقيقية الحيوانات؟ وهو احتفلت، فالحيوانات لا تحتفل، وأيضا كلمة الدوري، فالحيوانات لا تقيم دوري. إذن هنا في المثال الأول حذف المشبه به وذكر المشبه، وفي المثال الثاني العكس، حيث حذف المشبه وهو اللاعبون وأبقى المشبه به وهو الفهود. الآن الاستعارة لمزيد من التوضيح بمثال بسيط، عندما نقول محمد أسد، هذا تشبيه، لأن المشبه محمد موجود وأسد المشبه به موجود. إذا قلنا محمد يزأر وهو يفترس الأعداء،
الآن المشبه محمد موجود، لكن المشبه به محذوف وهو الأسد، وأبقى قرينة لفظية تدل على المشبه به وهو لفظ يزأر، وهو الفعل يزأر. فالفعل يزأر يدل على المشبه به المحذوف، إذن هنا عندنا استعارة. لاحظوا أيضا هنا المثال: رأيت أسدا يتكلم. هل الأسد يتكلم؟ لا، وإنما المقصود رأيت شخصا مثلا شجاعا كالأسد يتكلم. فالمشبه محذوف وهو الإنسان. هل الإنسان مذكور في المثال؟ لا، محذوف، لكن المشبه به هنا موجود. إذن هنا لاحظوا المشبه به مذكور والمشبه محذوف، بينما في المثال الثاني المشبه مذكور والمشبه به محذوف. الآن نأتي هنا إلى بيان أنواع الاستعارة سريعا. الآن استطعنا أن نحدد جميع الأشياء التي تعيننا على الفهم. الاستعارة التصريحية هي الاستعارة التي حذف فيها المشبه وصرح بالمشبه به. لو رجعنا إلى مثالنا هنا، حذف المشبه في هذا المثال: رأيت أسدا يتكلم. حذف المشبه وصرح بالمشبه به وهو الأسد. إذن ما نوع الاستعارة هنا؟ نوع الاستعارة هي استعارة تصريحية، أي إذا صرحنا بالمشبه به وذكرناه فتسمى استعارة تصريحية. مثال آخر للتوضيح: انتصر أسودنا في المعركة. الآن هل المقصود الأسود التي انتصرت حقيقة؟ لاحظوا هنا شبه الجنود، فالمشبه محذوف، شبه الجنود بالأسود وأبقى المشبه به، بالتالي تسمى استعارة تصريحية. أيضا مثال آخر: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لاحظوا هنا يخرجهم، هل الله حقيقي يخرجهم من الظلمة إلى النور، يعني من مكان لا يوجد به ضوء وفيه ظلام إلى مكان يوجد به نور؟ لا، وإنما قصد بالظلمات هنا أي يخرجهم من الكفر، فشبه الكفر بالظلمات. الآن هل المشبه مذكور؟ لا، المشبه محذوف. ما هو المذكور؟ الظلمات. إذن هذا يسمى استعارة تصريحية لأنه صرح بالمشبه به. أيضا قلنا النور، ما المقصود بالنور هنا؟ هل النور الحقيقي؟ لا، وإنما شبه الإيمان بالنور، فحذف ماذا؟ حذف الإيمان وأبقى على النور وهو المشبه به، وحذف المشبه وأبقى على المشبه به، لذلك تسمى استعارة تصريحية. الآن الاستعارة المكنية أيضا بسيطة، هي التي حذف فيها المشبه به وبقيت صفة من صفاته. إذن ما الذي حذف؟ الذي يحذف المشبه به وتبقى صفة من صفاته. لاحظوا هنا لو رجعنا إلى المثال الأول، هنا عندما قلنا محمد يزأر وهو يفترس الأعداء، حذف المشبه به، لاحظوا يحذف المشبه به وهو الأسد، وأبقينا صفة من صفاته تدل عليه وهو يزأر. إذن هنا الاستعارة نوعها استعارة مكنية. نأتي إلى المثال هذا أيضا: وإذا المنية أنشبت أظفارها. شرحناه قبل قليل، المشبه شبه المنية وهي الموت بماذا؟ بوحش، فحذف ماذا؟ حذف المشبه به وهو الوحش، وأبقى شيئا يدل عليه وهو أظفارها، أو كذلك أنشبت. إذن فهنا حذف المشبه به وذكر المشبه، لذلك تسمى الاستعارة مكنية. وفي المثال الثاني: تبني المجد يا عمر. تبني الآن شبه المجد ببناء، تبني المجد، هل المجد يبنى؟ لكن شبه المجد ببناء، فشبه المجد، فحذف هنا المشبه به وهو البناء، وأبقى على المشبه وهو المجد، شبه المجد ببناء. واللفظ الذي يدل والقرينة التي تدل على المشبه به المحذوف هو تبني البناء. وبهذا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح هذا الدرس. ومرة أخرى ملخصا سريعا: الاستعارة التصريحية هي التي حذف فيها المشبه وصرح، أي ذكر المشبه به. أما المكنية فهي التي حذف فيها المشبه به وبقيت صفة من صفاته. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.